لدي زوجة تؤدي الفروض الدينية كاملة ولكنها تعاكس في بعض الأعمال حتى يحصل الزعل، ولا تقوم لبعض الأعمال إلا بزعل، وذلك أنها متعودة على الكسل، فهل يجوز لي طلاقها؟ ينبغي لك الصبر، كانت طيبة ودينة وعليها بعض الكسل، ينبغي لك الصبر، انت فعل عندك بعض الكسل، ما حد سالم، ينبغي لك أن تكون طيب وأن تعاونها على أمور البيت، عاونها، النبي كان يعاون أهلها عليه الصلاة والسلام، هو أفضل الخلق، كان يساعد أهلها في البيت على حاجات البيت، فأنت ساعدها، لا تجد خادم، ساعدها حتى تشمل من خادم ومن خادم، ساعدها على أمور البيت اللي تعجز عنها، قد يكون معها أطفال، قد أتعبنها، ساعدها على أمور البيت، شجعها على العمل بكلام طيب، مو بها خبيثة يا فاجرة يا كذا يا كذا، لا، يا بنت فلان يا أم فلان، قومي يا كذا، عافاك الله، الله يرضى عليك، كلام طيب. نعم.